الغزالات ديالي فنات باش البغرير يجيك زوين. جربي انك ما تكتريش الفرص نهائيا في البغرير ديالك. اي غادي يجيو اخوات غيقولوا لي انا حياتي كلها تنطيب البغرير بالفرص، عمري كامل كنديرو بالفرص وكيجي رائع. وجربيها لالا بالسميد ان شاء الله باذن الله. ديري كميه ديال السميد تكون كثيره، مثلا غادي نديرو واحد جوج ولا ثلاثه الكؤوس ديال السميد رقيقه ديال الحلوه، تنديرو معها معلقه كبيره ديال الفرص فقط، كنديرو معها خمارات ديال الحلوه وشويه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال العجين، كنطربو كلشي مزيان مع الماء حتى كيولي الخليط بحال الشكل ديال البغرير راكم عارفينه نتوما، كنخليوه حتى كيخمر وكنطيبوه وردي عليا الخبر. كيجي واحد البغرير لي طوب وغزال وما عمرو ما غادي يحشمك وساهل حتى في الماكله ديالو. يلا كاين حتى ديال الدقيق الكامل، البغرير ديال الزعره كاين ان شاء الله، الا بغيتو شي نهار نشاركو معاكم. كيجي مخرق غزال 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 وزوين. نتوما قولوا لينا كيفاش كيصدق البغرير ديالكم باش الاخوات كلهم يستافدوا. يلا باي باي.